أزكي مشروع القانون وأنا أؤيده، وكمان أقدم التحية لمبادرة حياة كريمة اللي هتغير حياة أكتر من 58 مليون مواطن. اللي أنا عايز أقوله كما قال، يعني أؤيد كلام النائب عاطف مغاوري، كلامي للحكومة ومكان التخصيص. النهاردة الحكومة لازم تحتذو حذو وتكون مثال للجماهير انها ما تبنيش على اراضي زراعيه. انا هوافق على ان تكون هناك بعض المتخللات الضيقه في الريف نقدر نستغلها، لكن مبدا البناء على الاراضي الزراعيه مبدا القياده السياسيه ترفضه والبرلمان يرفضه وجميع الجهات ترفضه. دي ثروه مصر القادمه للاجيال القادمه، لازم نحافظ عليها، دي حاجه مش ملكنا احنا. ولذلك يجب ان تكون تخصيص الحكومه في اضيق الحدود لمشاريع البناء في المنطقة، واللي يسمح به فقط هو للخدمات العامة. غير كده أرجو الحفاظ على الرقعة الزراعية، وما يكونش هذا قانون ثغرة للبناء على أراضي زراعية، كي تكون الحكومة قدوة للمواطن ألا يتعدى على الأراضي الزراعية.